يسعد صباحكم، أنا المعلمة انتصار حسان حسان من سوريا، معهد إعداد المعلمين، ولدي خبرة 20 عاما في مجال التدريس. أقوم بتعليم تلاميذ الصف الثاني الطرائق من خلال استخدام الطرائق الحديثة والمناهج المطورة. أنا أعشق الطفولة وصديقة الطفولة، لذلك أعشق مهنة التدريس. لدي مبادرات كثيرة، من أهمها مبادرة أخذ القرار المناسب وسبب اتخاذنا لهذا القرار، وأيضا قمنا بمبادرة وحملة من علم تحيا الشعوب، وقمنا أيضا بمبادرة جديدة من نوعها حيث جمعنا أولياء أمور التلاميذ من كافة المستويات وبإشراف المرشد النفسي والاجتماعي وإدارة المدرسة، وكانت النتائج رائعة جدا. لدي مشاركات على صفحة تربية دمشق، حيث قمنا بنشر دروس من خلال الفاقد التعليمي. أنا عضو في الهيئة العالمية للجامعة الدولية للعلماء والمفكرين. أنا عضو في هيئة التجمع الدولي لسفراء السنة والتنمية، وعضوة في مسابقة الإبداع العالمي والعربي للابتكار والتميز. لقد قمت بعمل مساعدة مدربة لتدريب المعلمين والمعلمات في مدينتي لاستخدام الطرائق الحديثة والتعلم النشطة في مجال التدريس، وأنا أشكر مسابقة المرأة العالمية لإتاحة الفرصة لي لأبرز مواهبي وأبرز قدراتي، وشكرا للقائمين على هذه المسابقة. المعلمة انتصار حسان من سوريا.